السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تابعنا الاعزاء في فيديو جديد. مرحبا بكم في حلقه اليوم، في فيديو اليوم الذي هو سوف نتكلم مع بعضنا البعض، سوف ندردش قليلا في هذا الفيديو. يدخل ضمن سلسله فيديوهات نقاش حوار نتكلم مع بعضنا البعض. اذا عندك موضوع تريد ان نتكلم عنه، تود ان تشارك معنا فكره، موضوع معين، يعني معلومه معينه، لماذا كل ما عليك ان تكتبها في التعليقات وتتابعنا، وان شاء الله سوف نقوم بمشاركة الموضوع. موضوع اليوم أو الموضوع هذا الأسبوع طرحت موضوع للنقاش، وموضوع الدورات. هناك مجموعات على فيسبوك، بالضبط فيسبوك لأنه منصة عملاقة وهي المفضلة لدى العديد من الناس. فهناك مجموعات على فيسبوك تشارك دورات. المشكل في أنه هذه المجموعات وأنه دائما تتكلم ولديها شعار وأنه تساعد على الربح من الانترنت، تساعد على إطراء المحتوى العربي إلى ما غير ذلك، وجميع العناوين الجذابة. لكن لما تجي الواقع، تجي الأرض الواقع، تجد على أنه المحتوى هو عبارة عن دورات. يعني الناس تدخل إلى مواقع، أنا سوف أشارك معكم هذه المواقع، للأسف لا يمكن أن أضعها في هذا الفيديو، سوف تجدون رابط لها في الحساب على المجموعة على فيسبوك، أو سوف تجدون رابط لها في التعليقات، أوكي؟ وليس الوصف، لأن ممنوع أن أشارك هذه المواقع بسبب مشكل حقوق الملكية، أوكي؟ يدخلون إلى هذه المواقع، يقومون بكل بساطة بنسخ رابط الدورة، وغالبا الدورة تكون على هذا الموقع، على موقع ميجا. إذا لا تعرف موقع ميجا، وموقع وامتداد لموقع ميجا أوبلود كيم، إذا كنت تعرف كيم، وأحد على ما أظن أم نيوزيلندي أو أمريكا على ما أظن، كان لديه موقع اسمه ميجا أوبلود، تم إيقاف الموقع بحكم بسبب مشكلة حقوق الملكية. الموقع كان يعني ضرب الانترنت، يعني كان موقع عملاق، يعني لو استمر الموقع اليوم لن نجد شيء اسمه نتفليكس، اوكي؟ انا على يقين لو استمر ميجا أوبلود بالعمل لن نجد شيء اسمه نتفليكس، لن نجد شيء اسمه يوتيوب، لان الموقع كان يشارك جميع انواع المحتوى، الافلام والمسلسلات الى ما غير ذلك مجانا، اوكي؟ ويدخلون الى الان يستخدمون هذا الموقع الميجا. الأمر كالتالي، وأنه كدورات طريقة العمل بسيطة آلية العمل بسيطة، يقومون بهناك أجانب، يعني أجانب يعني أمريكان، فرنسيين، ما غير ذلك، روس، ما غير ذلك، يرفعون دورات على هذا الموقع. لماذا بالضبط هذا الموقع؟ لأنه ترفع حتى 20 جيجا بدون أي مشكل، يعني دورة دورتين مجانا على الموقع. وحتى إذا أردت أن يكون عندك حساب بريميوم كما تشاهد معي، واحد طيارة، لا هذه 13 طيارة مدة سنة، يعني رخيص، يعني 165 دولار السنة، لا شيء، اوكي؟ وجوج طيارة يعني تخزن دورات كيفما تشاء بدون اي مشكل، وهناك كوبونات، هناك ناس يعني تستخدم بطاقات مسروقة الى ما غير ذلك بدون اي مشكل، وتقوم برفع الدورات هنا. المسألة والقضية هو انه هذه الصفحات او هذه المجموعات على فيسبوك ينسخون رابط هذه الدورات على موقع ميجا ويضعونها في ملف تكست، ويقول لك دورة في البرمجة، دورة في المونتاج، دورة كذا، دورة حصرية في دروب شيبينج، دورة خزعبلات، إلى كذا إلى ما غير ذلك، وينشرونها في الدورة، وتحس أنه يقدم لك يعني عصا سليمان، عصا سيدنا سليمان، أو يقدم لك وصفة سحرية للحبة السوداء. يعني المحتوى هو فقط نسخ، يعني لكثرة من كثرة أن هذه الدورات يتم تكرارها ونشرها عشرات المرات، يمكن الرابط أن يدخل لذهنك. يعني تخيل معي أن الرابط طويل ولديك القدرة بكثرة ما التكرار أن تشاهد الدورة، سوف تحفظ، يدخل لذهنك الرابط. هناك مواقع سوف أشارك معكم، يمكنكم الدخول إليها. هناك منتدى، هناك على مدى الموقعين آخرين، ثلاث مواقع تدخل إليها، تقوم بتحميل حدث وآخر الدورات، أوكي؟ تكون مرفوعة على ميجا، تكون مرفوعة على أب مجموعة من السيرفرات بدون أي مشكل، تحمل مجانا، تحمل تورنت، تحمل كيف ما تشاء بدون أي مشكل. لا عيب أنه هذه المواقع تنشر الدورات. المشكل هو في الانضمام إلى هذه الدورات، لأنه بمجرد ما أنك تحاول أن تنضم إلى الدورات تجد استمارة، يطلب منك الاسم، الايميل، العنوان، ما الذي تريد ان تضيفه الى المجموعه، كذا، ما لونك المفضل، مجموعه من تحس على انك تود الالتحاق بالماسونيه او شيء من هذا القبيل، لانه مجموعه من الشروط، مجموعه من الاتفاقيات والاحكام، يعني تحس على انك تود ان تطلب فيزا امريكا. والمسألة وأن كله بسيط، كله متاح، لماذا يعقدون الامور؟ لانه لديهم عجز، انا اعتقد لديهم عجز
في الحصول على الأفكار لديهم العجز في إنشاء محتوى، وبالتالي كل ما يقومون به هو إعادة نشر محتوى الناس الآخرين. أنا ليس لدي مشكل في أنك ترفع تنشر دورات أخرى لو بالرغم أن هذا ممنوع، ولكن هذه تلك حياتك الشخصية، ولكن لا تهم الناس لأنه مسألة حصول على دورة مدفوعة بالمجان لأنه شيء من الخيال، شيء من أبعد من أي شخص يمكنه القيام بذلك، وأنا سوف أشارك معكم الروابط يمكنكم القيام بذلك. كي. هذا كان موضوع هذا الأسبوع وموضوع الصفحات والمجموعات التي تنشر الدورات وتحس وتخليك تحس لأنه هذا ضرب من الخيال. وتفاعلاتكم مداخلاتكم كان الأمر تالي، كان معنا كابويتك يقول لك بغض النظر عن المحتوى أو شروط الانضمام لماذا بالضبط موقع ميجا؟ موقع ميجا كما أشرت سابقا هو زيرو حقوق الملكية، أوكي؟ لا يهتمون لشيء اسمه حقوق الملكية. الموقع عليه أفلام إباحية، عليه برامج، عليه أفلام، عليه مسلسلات، عليه مجموعة من الأمور. والسبب في ذلك هو أن الموقع يقوم بتشفير الملفات ولا يتيحها للعموم، على عكس ميجا أبلود الموقع الأخرى، يعني الروابط يتم أرشفته. هذا الموقع لا يتم أرشفة الروابط، وبالتالي لن تجد الملفات متاحة للعموم، وبالتالي فقط الناس التي تدخل على الموقع لديها المعلومة ولديها المعرفة لأن نوع المحتوى، أوكي؟ وإذا لم تبلغ أنت عن المحتوى فلن يتم حذفه، وبالتالي ليس هناك طريقة للولايات المتحدة الأمريكية ولمؤسسات إنفاذ القانون بأن تقوم بإغلاق الموقع إن لم يبلغ عن الناس. يعني إذا لم تقدم شكاية فلماذا سيتم إقفال الموقع، أوكي؟ هذا كان سبب استخدام الموقع. وأيضا الموقع يستخدم يعني ثمنه تسجيل بسيط ورخيص جدا، يعني بخيص جدا. هذا كان الموضوع التعليق الأول. كاين بزاف ديال دكتور فرفري تواصل معنا، كاين بزاف ديال الأمور. دكتور فرفري ديرو بحال هكا باش دابا المشكل كتلقى ديك الدورة قديمة واحتاقت عاد كيعاود يبدا البيع فيه ولا يبارطاجيها، يدوز بنادم تليجرام باش يطلع الشين ديالو. المهم اللي بغى المعلومة يقلب على الجديد وديما تيست حتى يلقى الميثود ديالو الراسو، وديك الساعة يخدم مزيان. مي ضروري الصبر، اما الدورات كينفعو شوية باش تاخد افكار جداد. كاين السي ذا وورد جيمز، معلومة ديالك صحيحة، المداخلة ديالك مميزة. انا الصراحه كنتفرج الدورات او شاهد الدورات التدريبيه بين الحيوان الاخر، لكن فقط يعني بعض العناوين، لا اشاهد الدوره في 10 ساعات و100 ساعه لانه ليس لدي الوقت. انا اقضي في 100 ساعه دوره، غير تصلي تاخذ الاجر بعد هذيك 100 ساعه عوض ما كنتش الخزعبلات. المهم مداخلة كانت مميزة، وأنا متفق معك أنه الدورات أغلب المحتوى فيها يكون قديم أو طريقة ليست بشغالية. تخيل معي أنك لديك وصفة سحرية لكي تكسب مثلا 100 دولار 200 دولار في الشهر، أوكي؟ وتجي أنت وتضعها في فيديو وتقول الناس يشتروها ب10 دولار أو حتى مجانا، هل تتوقع لأنه إذا شاهد هذه الناس يعني 1000-2000 شخص هذه الدورة سوف تشتغل معك؟ لا، لن تشتغل معك لأنه شيء معروف وشيء البيع بالمكشوف، أنه بمجرد ما يتم كشف طريقة معينة للعموم فلا تشتغل هذه الطريقة، لأنه الضغط إذا تم الضغط عليها يتم الأمور تتغير، أوكي؟ هناك بعض الاستثناءات، مثلا اليوتيوب إذا كلما نشر الناس محتوى على اليوتيوب كلما كان الأمر جيد وكان هناك منافسة، كان هناك إعلانات إلى ما غير ذلك، لكن كان الناس لديهم فرصة البقاء في اليوتيوب. ولكن هذه المسألة لا تنطبق على الجميع. نعم تشارك طريقة استخدام الفيسبوك، طريقة نشر إعلانات، هكذا دورات، هي دورات يعني جيدة، لكن تقول لي إذا نقرت هنا وقمت بتحميل كذا وأضفت كذا إلى ما غير ذلك فهذه الطريقة غير صحيحة، وأنا سوف أعطيكم الدليل بذلك. شخص ما أو مجموعة من الأشخاص قاموا بإعادة رفع الفيديوهات الخاصة بي أنا، فيديوهات القنوات كما تشاهدون معي هذه الفيديوهات، والأمر المضحك هو أنهم شاهدوا معي الفيديو كامل هو فيديو خاص بي أنا، وقاموا بإضافة مقطع صوتي، يعني أضافوا موسيقى للخلفية وقاموا برفع الصوت حتى يوتيوب لا يجيه بلاغ، اوكي؟ وهذا الامر غير صحيح. هذا الفيديو نفس الشيء،
قام باستخدام الفيديو كامل خاص بي أنا وأضاف مقاطع موسيقية وأضاف مجموعة من الصور إلى الفيديو ومجموعة من النصوص، ويعتقد على أنه سيقوم يوتيوب بتجاهل حقوق لي. نعم عزيزي أنت مخطئ، أوكي هذه المسألة ليست ب لا تعمل هكذا، سوف يجيك بلاغ، سوف يتم حذف القناة الخاصة بك، وأنا قمت بالتبليغ لأن لا يتم هذه مسألة غير صحيحة. أوكي ليس كل ما تشاهده على الإنترنت صحيح، وليس هذه معلومة، وليس متأكد أن هذا كان الشخص عربي أم لا. أوكي so YouTube will shut down your channel because you just stole my videos. Okay so don't do that again. هذا كان الفيديو خفيف، يعني سوف كما شاهدتم معي مداخلات، كان مداخلتين فقط من أستاذ كابوي تيك و The World Games. أتمنى أنكم تفاعلوا معي من خلال التعليقات، من خلال هذه الخاصية. نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة وفي موضوع مقبل، واكتبوا لي في التعليقات المواضيع التي تودون أن نشاركها إن شاء الله. مع السلامة.